ده كده الشكل بتاع الدواسة عندي. المفروض ان هنا بيبقى فيه الكتر بتاع الدواسة اللي بيقص لي القماش، والجزء ده بيركب معايا على الإبرة علشان لما يتحرك مع الإبرة وينزل ويطلع بيحرك لي الكتر ده يقطع لي القماش وانا شغالة. هنركبها دلوقتي مكان الدواسة الأصلية بتاعة المكنة. هنشيل المسمار ده اللي راكب في العمود بتاع المكنة نفسه. كده أنا شلت الدواسة الأساسية، هبتدي أركب الدواسة بتاعة الأوفر. الطرف ده هيركب معايا عند المسمار، والطرف ده هيركب معايا على العمود بتاع الإبرة هنا. تمام، لازم الاتنين معايا يركبوا مظبوط علشان تشتغل صح. ده كده أول جزء خلاص ركب. الجزء التاني الدراع ده هيركب معايا في الإبرة هنا كده. تمام، هبتدي أقفل المسمار بتاعي، أضغط عليه كويس عشان ما يكسر ليش الإبرة عشان ما يتحركش. تمام كده، ثابته معايا في العمود مكان الدواسة الأساسية. كده أنا خلاص غيرت الدواسة. لازم أرجع أظبط معيار الغرزة بتاعتي، بدل ما هي تبقى خياطة عادية هخليها خياطة زجزاج. أنا عندي هنا خياطة الزجزاج على رقم 3، فهخلي هنا دي رقم 3. حاجة كمان، المقاس بتاع الغرزة من فوق أنا هصغره، ممكن أخليه أصغر حاجة أو ممكن أخليه حاجة ضيقة بسيط. يلا نشوفها مع بعض دلوقتي على القماش. احنا قلنا فايدة الأوفرلوك ده ان هي بتنظف لي الطرف بتاع القماش. انا القماش عندي هنا بيكون بنسل بالشكل ده، فهي تبتدي تقص لي طرف القماشة وتقفل لي عليها بالزجزاج. هحط القماشة بالشكل ده، الجزء ده هيبقى تحت القماشة كده. تمام، والطرف ده هو اللي فوق الدواسة. تمام، القطر عندي ده هو اللي هيقطع لي طرف القماشة. هنزل الدواسة عادي وابتدي ادوس على دواسة المكنة تحت. ده كده الجزء اللي بيتقطع معايا يتنضف، بيجي في الجنب ده كده. انا كده شغلها على الغرزة الضيقة، ممكن ان انا اوسع شوية الغرزة لو انا عايزة. تمام، بس ما وسعهاش قوي عشان ما يبقاش المسافات بتاعت القماشة باينة. تمام، عشان برضو نشوف الفرق ما بين الغرزة الضيقة والغرزة الواسعة. ده كده شكلها معايا في الغرزة الواسعة اللي احنا غيرناها، ودي كانت الغرزة الضيقة، وده برضو شكلها من ورا. انا طبعا عامله لكم بلون مختلف علشان يبان على القماشه. المفروض ان هي بتبقى نفس لون القماشه الاوفر بتاعي، بس عشان ايه نشوف الفرق.